خلاص رمضان بيقرب، يعني حوالي أسبوعين ثلاثة ورمضان خلاص يوصل، ومع اقتراب رمضان ابتدت أسعار اللحوم تزيد. يعني سعر اللحمة الكندوز عشان أبقى دقيقة، علشان الضيف اتضايق دلوقتي ما بقول له، اللحمة وصلت 120، اللحمة الكندوز 110 و100 جنيه، اللحمة البتيلو وصلت طبعا أكيد أكتر من كده، ممكن تكون وصلت ل140 جنيه وأكتر كمان. إيه سبب الزيادة دي؟ هل ده ليه علاقة بالعرض والطلب، ولا الاستيراد والتصدير، ولا بإيه بالظبط؟ هنعرف النهارده تفاصيل عن زيادة أسعار اللحوم، وإزاي يقدروا يتحكموا أو يضبطوا الأسواق، الدولة تقدر تعمل إيه، مع أستاذ هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة التجارة أو غرفة القاهرة التجارية. أهلا وسهلا بكم. أهلا فندم، صباح الخير يا فندم، وعليكم وعلى السادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري بسبب قرب شهر رمضان الكريم. يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. انت زعلت قوي لما قلت، لما انا قلت في المقدمة، لما انا قلت ان شاء الله مش هتوصل لكده، اللحمة وصلت 120 جنيه. طب ما دي الكندوز البتلو وصلت كام بقى؟ البتلو معلوش نمط الاستهلاك، لان بتاكله شريحه ما تتعداش 15%. يعني كم وصلت البتلو؟ البتلو وصل مش عارف 140 جنيه. 140؟ امال ايه 215 جنيه؟ انما هو معلوش اللي معلوش نمط الاستهلاك البتلو، اللي هو عليه نمط الاستهلاك. لا ده انا سامع ان هي وصلت ل 215. لا يا فندم، اشاعات مغرضه. لا، اللي ماشي في السوق على البتلو ب 140 جنيه المشفي، ومعلوش نمط الاستهلاك. هو عليه نمط الاستهلاك هو الكندوز الاساسي، يعني اللي هو وصل دلوقتي 110. لا، الكندوز بيتراوح سعره في المناطق الشعبيه كان ب 85، من 85 ل 90، ومن 95 ل 100 جنيه في المناطق اللي هي الراقيه، عشان في ناس بتشتغل في ال 85 90 ده في الامامي، ومن 95 ل 100 اللي هو في الخلفي. هل في بورصة معينة لضبط أسعار اللحوم؟ يعني في إيه اللي بيظبط، إيه اللي بيحط تسعيرة اللحمة؟ هو أنت عندك نقص في المعروض، يعني أنت إنتاجك المحلي 40%. 40%؟ وبتستوردي 60% عشان تسد الفجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج. فطبعا قلة المعروض، وده طبعا موروث عن حكومات سابقة. وده بالك الدولة ما حطتش رؤية للتنمية الشاملة في الانتاج الحيواني. فأصبح الانتاج الحيواني بتاعك أو الثروة بتاعتك في اتجاهها إلى الانقراض. فلابد أن الدولة تحط رؤية واستراتيجية، خطة طويلة المدى في النهوض بالأمن الغذائي كله. صحيح. وكنا احنا طلبنا بإنشاء مجلس أعلى يضم الثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة الداجنة، على ان هم مرتبطين ببعض. ومن خلال المجلس دوت يستشار رؤساء الشعب في من يبقى هم مستشارين للدولة، ان ازاي نحل مشكلة الامن الغذائي عندنا هنا. حضرتك بتقول مصر بتوفر بس 40% من انتاج اللحوم المحلي، اللحوم اللحمة بس، و60% بتستورد. بنستوردهم بقى في صور منين بقى؟ مجمدة، بيجي من البرازيل، بيجي من اسبانيا يعقول على الذبح الفوري، بيجي من السودان، وده بقى حضرتك بيجي من اوكرانيا. كان في فتره بعد الثوره كده حصل زي اتفاقات ما بين مصر ودول في افريقيا كتير، ومنها السودان طبعا راسها، ان يحصل تبادل يعني تجاري في مساله الانتاج الثروه الحيوانيه دي، وقالوا ان ساعتها اسعار اللحوم هتبتدي تقل. ما هو ده تم فعلا، ومصر استوردت لحوم من السودان وطرحتها في المجمعات الاستهلاكيه وطرحتها في المنافذ عشان تحد من عملية ارتفاع اسعار اللحوم. امال ايه بقى، امال الاسعار اللي غليت كده، ده جشع تجار يعني ولا ما فيش إيه؟ كلمه جشع، انا لسه بقول لحضرتك من دقيقتين ان حضرتك عندك نقص في المعروض، منين هيجي الجشع؟ ما ايوه، ما انا نقص منين يا استاذ هيثم؟ اذا كان انت بتقول فتحوا سوق في افريقيا والعرض بقى دلوقتي، عندك بقى نوعين من اللحوم، عندك اللحوم المستورده مطروحه في المجمعات الاستهلاكيه والمنافذ، وعندك اللحوم البلديه اللي انت عندك عجز فيها في المعروض بتاعها. وده بالك عجز في المعروض، يعني يبقى انت بتستوردي ليه؟ عشان عندك عجز. ارتفاعها ليه؟ لان المعروض قليل. ده بالنسبه للحوم البلديه، انا بتكلم عن اللحوم البلديه، اللحمه البلدي. انما اللحوم المستورده جايه باسعار مناسبه، واسعارها غليت. اللحمه المستورده، اللحمه المستورده مطروحه في المجمعات من 50 لحد 60 جنيه. طب نشوف راي الناس في قصه ارتفاع اسعار اللحوم كده، ونرجع نكمل كلامنا مع استاذ هيثم عبد الباسط. تحاول تغير اللحمه ذوقها شويه، يبقى فراخ اي حاجه تانية، واللحمه تبقى حسب الظروف الجويه. المشكله في الاساس في الرقابه، ففي لو رقابه كويسه من وزاره الزراعه ووزاره التموين
على المربيين وعلى اللي هم الوسط اللي هم بيوزعوا على الجزارين. فالواحد بيقول يا ريت يعني اي مسؤول ان هو يهدي الاسعار شويه، وبالذات الرز واسعار البيت، اللحمه والرز والفراخ والحاجات دي كلها غالي، يعني هناكل منين؟ الناس عايشه وقطع رز والبطاطس. البلد ما فيش فيها اداره اقتصاديه تمشي بالبلد صح. اذا كنت دلوقتي الدولار بيرتفع دلوقتي ومش لاقيينه، يبقى ازاي انت هتعرف حتى تدبر سعر اللحمه صح ويناسب مستوى الفقير؟ مش هينفع. الفقير دلوقتي محتاج سعر اللحمه بين 30 ل 40، زياده عن كده فوق طاقته. اللحمه تمت ب 85، كانت من فتره بسيطه كانت ب 75، فجاه رفعت من 75 ل 80 ل 85. وكل ما نروح السوق يقول لك الاسعار غلت، سعر الدولار رفع، العلف زاد، وثروه حيوانيه ما فيش بسيطه في مصر، فهو ده سبب زيادتها. كل ما شويه بتزيد بتزيد بتزيد، يعني زياده مش مرتبطه يعني ببعضيها، لا بتزيد زياده كل فتره بتزيد 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 ما بتقلش. والشغل ما عادش زي الاول، كل مدى بينزل بينزل بينزل. انا هنا في المحل كنت ببيع 5 عجول 6 عجول في الجمعه، حاليا ببيع عجلين. قالت لك عايشين دلوقتي على اللحمه على الرز والبطاطس، هيجي لنا انيميا يعني. طب حضرتك دلوقتي تعليق حضرتك ايه على الدوله وفرت للناس اللي هي بيقولوا عليها محدود الدخل؟ الدوله وفرتهم لحمه في متناول الجميع في منافذ القوات المسلحه ومنافذ الجامعات الاستهلاكيه. هنتكلم عن الموضوع، لكن في مشكله تانية هي اتطرحت في التقرير عندنا هنا، وهي اسعار العلف. يعني طب هل مصر ما فيهاش علف مثلا فبتستوردها؟ مفيش حاجه تستورد العلف، بتستورد الفول الصويا، بتستورد الذره. مصر بتستورد الفول الصويا، بتستورد الاعلاف. العلف انت بتستوردي 70% من اكلك في كافه السلع الغذائيه. فهنا هنا هنا الدوله بقى ان شاء الله في النظام الجديد تبتدي تحط خطه استراتيجيه للنهوض بالامن الغذائي كله في كافه المجالات، وليس على حصر اللحمه بس. لان انت كل ما هتوسعي في رقعه الارض الزراعيه كل ما هتحد من عمليه الاستيراد. ولا بحر يعني المليون ونص فدان اللي هم اتزرعوا دلوقتي في الفرافره، احنا بنامل انه يحصل زياده تاني. ممكن نعمل نحط بقى خطه نستورد ابقار ونهجنها هنا. اللي هنا المشكله ان انت توسعي في رقعه الارض الزراعيه عشان يبقى عندك من الاعلاف، عندك منتجات زراعيه تحد من عمليه الاستيراد. لان ايه اللي هيرفع الامن الغذائي في مصر؟ هو الانتاج. لما يبقى عندك منتج محلي، انت للاسف الشديد ما عندكيش منتج محلي. فاحنا بنعمل بقى في ظل القيادات الجديده اللي بتقود البلاد، ان هي طبعا ورثه تركه ثقيله من حكومات سابقه مهضوره، ان هي هتبتدي تحط خطط للتنميه، وان شاء الله بنعمل الخير يعني. طيب معانا على التليفون استاذ محمد وهبه، رئيس شعبه القصابين بغرفه التجاره القاهره التجاريه. اهلا وسهلا يا فندم استاذ محمد وهبه. اهلا وسهلا. اهلا بيك، صباح الخير. صباح النور يا فندم. كل سنه طيبين. اهلا وسهلا. وبصبح على ابني وزميلي هيثم. الله يخليك يا عم. صباح الله يا عم. صباح الخير يا هيثم. صباح الفل يا عم، نهارك ابيض. طبعا انتم ناقشتوا الموضوع وجبتوا ناس. عايز بس اسال حضرتك عن حاجتين بس عشان نحدد كلامنا. اول حاجه دور الغرفه في وضع كده بورصه للاسعار وضبط الاسعار، هل ليها دور ولا ملهاش دور؟ ولو ملهاش دور ايه دورها المفروض يكون؟ تاني حاجه عن الموضوع بتاع المعرض السلع التجاريه اللي هيتعمل في رمضان في ارض المعارض. اولا الغرفه ملهاش دور في تحديد اسعار عشان تكوني عارفه. حضرتك يا ريت توطي التلفزيون بس بعد اذن حضرتك. ما انا موطيه، انا بسمعك خالص، انا لاغي التلفزيون خالص. طيب انا شايفك صوره بس ما بسمعش كلام. ها طيب الغرفه ملهاش اي دور في تحديد الاسعار. انت نظامك هنا، انت خلاص بقى اقتصاد حر. انت خلاص دخلت في المنظومه العالميه الاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر الأجوية بتاعته قالت بيه فيه زيادة الإنتاج عشان تقدري تعيشي وتسيطري على الأسعار دي عشان تكون أنت عارفها. فأنت النهاردة كل زي ما قال زميلي وابني هيثم أن أنت ما عندكيش إنتاج في الثروة الحيوانية. الناس بتعمل مقارنة، أنت تعلم أن إحنا ثروتنا الحيوانية لا تتعدى 11 مليون في الوقت. كم في المية يا فندم؟ 11 مليون رأس.
كم في المية يعني من إنتاج اللحوم؟ 40%. كم في المية؟ 40%. لا تخش لا ما 40 45. وبعدين حاجة أقول لحضرتك حاجة. في بنت للسودان عندها 120 مليون راس. إحنا بلد غير منتجة للحيوانات. لأن إحنا ما عندناش مراعي طبيعية. الناس دي عندها مراعي طبيعية، ترعى طبيعي. فأنت عارفة أنت عند خط الاستواء، بعد خط الاستواء الأمطار شغالة على طول. زي السودان وأثيوبيا وكينيا وأوغندا الناس دي مراعي طبيعية. واضح. أنت ما عندكش مراعي طبيعية. أنت بتعتمدي على الأعلاف، أنت الأعلاف بتاعتك المكون الاساسي بتاعها اللي هي الرادة والدورة الصفراء. امال هي الغرفه السوق. غرفه التجاره دورها ايه يا فندم؟ الشعبه بتاعت حضراتكم. ثانيا انت دورك انت مش تبع انت مش تبعه طبعا نقابه الاعلاميين. النقابه مفيش بتاعت يعني دورها بس ماشي. دورها بتعمل ايه قولي لي؟ تنظيم. واحنا برضو الغرفه دي عباره عن نقابه التجار. عشان بس خلاص نطلع من الجزئيه دي بقى وما نضيعش وقت فيها. وطبعا حضرتك انت تيجي انت عايزه تسيطر على الاسعار. احنا بقى لنا سنين وايام وقدمنا يعني لو رجعت وزاره الزراعه هتلاقي عندهم اوضه مليانه ابحاث من عندنا ازاي ننمي الثروه الحيوانيه بتاعتنا. فالحكومات اللي فاتت كانت بتعتمد على ايه؟ يلا استورد استورد استورد. انت مش كان عندك ازمه في القمح؟ كنت بتستوردي دي ليه؟ عشان ما بتزرعيش قمح. انا عندي بقى امل، عندي امل في المليون ونص فدان ولا 4 مليون فدان اللي هتصلحوا ان الرقعه الزراعيه لما هتزيد هتزود معاها الثروه الحيوانيه. بس طب ليه فندم ليه فندم المجمعات اللي بينزل فيها تبع القوات المسلحه اللحمه بتبقى رخيصه؟ شوف عشان برضه لسه عيد تاني. دي لحوم مستورده جايه من بلد بتنتج 120 مليون راس. طب انتوا هتنزلوا في المعرض بتاع رمضان ايه؟ بص احنا مش عايزين ننط، لازم نفهم الناس. معرض رمضان ما احنا قلنا لحضرتك حاجه، معرض رمضان ده انا مش عارف انا يعني لغايه دلوقتي ما اعرفش ايه حكايته. انما انا بقول لحضرتك احنا ادينا لوزاره التموين جزارين من عندنا اسمه جزار تعاوني زيه زي البقال بتاع التموين، بيستلم حصه من اللحوم السوداني وبيبيعها زيه زي الجمعيه. ادي اللي احنا نقدر نعمله، محلات جزاره. يبقى احنا بنتعاون مع الدوله ما بنتعاونش مع الدوله؟ نتعاون. المعرض طب ما هو ده يعتبر معرض. هقول لحضرتك انت هتعملي معرض في ارض المعارض. ناس فقيره غلبانه قاعده في المنيب هياخد عربيه او ياخد تاكسي او ياخد مواصلات عشان يروح المعرض ده عشان يشتري منه؟ ولا المعرض ده معمول لمين؟ لو ارخص هيروح. لو ارخص هيروح. لو الاسعار ارخص هيروح. لا اما هو المعرض ده هيبقى سعره يا استاذه يا استاذه يا استاذه المعرض ده هيبقى سعره زي الحاجات اللي موجوده بره في الجمعيات وفي عند الجزار التعاوني وعند البقال التعاوني عند كل. ما هو لو زيه بنفس الاسعار يبقى ملوش لازمه. طيب خلاص بقى لو نفس الاسعار بنفس الكواليتي انتظري وشوفي وقولي لي. طيب هشوف واقول لحضرتك. انا بشكر حضرتك ازاي. انما المهم ان احنا نوصل ايه هي مشكلتنا. احنا طلبنا ان احنا نعمل مجلس اعلى من 20 سنه. المجلس الاعلى ده يضم الثروه الحيوانيه والدجنه والسمكات لان الثلاثه دول مربوطين ببعض. على ان يكون المجلس ده عنده صلاحيه من الالف الى الياء. أيوة. ويكون ممثل في هذا المجلس اهل الخبره واهل المهنه نفسهم. تمام. بحيث احنا نقعد نحل مشاكل هذه الثروات للمستقبل ونوصل لنتيجه مرجوه للناس. بشكر حضرتك جدا استاذ محمد وهبة رئيس شعبه القصابين بغرفه التجاره. بشكرك يا فندم نهارك سعيد. استاذ هيثم عبد الباسط عوده ليك مره ثانيه. وكان في كلام بيتقال ان من اسباب برضو غلاء الاسعار اللحوم هو ان اللحمه البتلو دي بتيجي من العجول الصغيره، العجول دي بيموتوها يعني بدري عشان يطلعوا منها اللحمه البتلو، فده بيعمل قصور يعني شويه في انتاج اللحمه. لا مش بيموتوها يا فندم، بتتذبح. ايوه بتتذبح يعني بتتذبح في سن صغير. أيوة كنا احنا طلبنا معانا ذبح البتلو. بس هو المشكله دلوقتي عشان الفلاح البسيط دوت تقولي له احتفظ بالعجل وربيه. طب هيحتفظ بنمه ويربيه وهو اصلا ما عندوش اعلاف ياكلها له، والاعلاف عليها غاليه ومرتفعه سعرها. يعني هي هيكلف على العجل كل يوم على الفلاح 50 60 جنيه، اما الفلاح ما عندوش مقدره ان هو
ياكل العجل الصغار ده هيحتفظ بيه ليه؟ فبنضطر يبيعه رضيع صغار عشان يوفر، يحتفظ بيه علشان يجيب له يعني يبقى عنده بعد كده ثروه. هو بيبيعه صغير. ما هو بقول لحضرتك هو اقتصاديا الفلاح تعبان، فهو بيوفر لبنه عشان يبيع اللبن يجي له منه فلوس. طب احنا هنخلي الفلاح يحتفظ بالعجل الصغير دوت، طب هيحتفظ بيه منين ومفيش علف ياكلها له؟ فعايز انت لازم لازم توسعي فوق الارض زي عايز الملك الحاج محمد، ولازم يبقى في علف مدعم للفلاح يقدر يحتفظ بالعجل، من يقدر يحتفظ بيه؟ انما انا هحتفظ بالعجل وانا ما عنديش مقدره ان اكله، فبنضطر يطلع صغير. ايوه. طب وايه ناس اللي برضو العجول والحاجات؟ لا ناس العجول دي محرمه عليها، في قانون بيجرم عدم ذبحها. ولا بال حضرتك؟ واحنا طبعا في قانون موجود وبينفذ وبيطبق بعدم ذبح الاناث لزياده الثروه الحيوانيه عندنا في مصر. يعني ده في قانون في قانون. ايوه بيحظر اللي هو ذبح الاناث المشاة. ذبح الاناث ده قانون، واي حد بيذبح انثى في النجع او في الكفر بيعاقب عليه. فعلا. وفي مراقبه يعني للكلام ده ولا ده كلام ابن عم حزين؟ في المراقبه داخل كردون القاهره اقوى. احنا عايزين المراقبه تبقى في النجع والكفور، وزاد عدد دكاتره الباترين في النجع والكفور عشان تبقى الرقابه اشد هناك، لان هنا صعب في القرى حد يذبح اناث. بيبقى الكلام ده في الارياف. يا جماعه كل لب الموضوع، كل ما الواحد بيتناقش في اي حاجه بيكتشف ان الفلاح في الاخر هو اساسها، وبيكتشف في الاخر ان المشاكل بتاعه الفلاح لو ما اتحلتش مشاكل مصر الغذائيه كلها مش هتتحل، بما فيها بقى الماشيه، بما فيها بقى القمح اللي اتكلمنا عنه الصبح، المشاكل اللي هي المشاكل الاجرائيه دي اللي بين الدوله والفلاح. يا جماعه حلوها، وفروا للفلاح العلف، اعملوا حلوا له مشاكله، علشان ده في الاخر هيرجع على البلد كلها، مش هيرجع على الفلاح لوحده، هيرجع على زي ما استاذ هيثم بيقول كلها على المنظومه وعلى الامن الغذائي بتاع البلد. دي مشاكل يعني تتحل بجره قلم، يا ريت تتحل ونخلص. يعني قمح عندنا قمح متكدس في الـ في الـ في الشوان ومش عارفين نستغله علشان جره قلم، معقول يعني كده؟ انا بشكر حضرتك جدا استاذ هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبه القصابين بغرفه التجاره، بشكرك جدا ونهارك سعيد يا فندم. فقراتنا لسه متواصله معاك وراجعين بس بعد الفاصل.